صباح الخير عليكم جميعا وعلى كل الأهل والأصدقاء المتابعين في الصفحة. طبعا بالنسبة للتيك توك ما فيه تغريدات، ولكن ممكن فيه تسجيلات لفيديوز. فأنا عملت تغريدة الصباح، وهي كانت بسبب أو مناسبتها إنه اللقاء بتاع البرهان وحميدتي الذي مخطط انه سيتم عقده، ما معروف متين وين تحديدا، ولكن هو لقاء يعني موجود في الجدول بتاع الاعمال سوف يعقد غريبا. طيب احنا دارين نقول كلام مهم وقصير شديد يعني حول اللقاء، رغم كل شيء الحاصل نقول للبرهان وحميدتي انه لقد حان الاوان لانهاء هذه الحرب وتحقيق السلام، ويجب عليهم جميعا بذل كل الجهود، هم الطرفين وكذلك يعني الطرفين المتقاتلين الآن الموجودين في الميدان، هم طرفين القوات المسلحة والدعم السريع، وهم الطرفين اللي حيجلسوا على الطاولة. هم عليهم إنه ومعهم المبعوثين والمسهلين وغيرهم عليهم يضعوا كل الطاقات المتوقعة وغير المتوقعة إنه يضعوا حد لمعاناة السودانيين وكذلك معاناة الدول اللي قد وقفت معنا في زمن الحرب وآوت أهلنا اللاجئين وكذلك النازحين، وفتحت لهم المعسكرات وفتحت لهم المدن والبيوت وشاركناهم في لقمة العيش. يجب أن لا يتحملوا تكلفة هذه الحرب، يجب أن توضع النهاية لهذه الحرب، وكذلك الدول التي وقفت معنا في إرسال المساعدات والمساعدات الغذائية والطبية وغيرها لبلدنا ولمواطنينا النازحين في السودان. الملاحظ أنه يعني أي تمدد لهذه الحرب انه بيفقد احد الغادة العسكريين الصغة من الشعب السوداني، وكذلك يفقد الاخر يفقد الارضية الاخلاقية مهما حاولوا يتكلموا عن انه الحرب ده من اجل الديمقراطية والسلام وكذا، الواقع بقول عكس ذلك، وانما يفقدوا الارضية الاخلاقية بسبب الممارسات الوحشة والممارسات السيئة اللي بتتم بواسطة الجنود وكذلك بواسطة القوات بتاعتهم اللي يعني يعتقد أنها تقاتل من أجل الديمقراطية والاستقرار وكذا، ولكن الواقع يقول غير ذلك. وكل يوم يكون في فقدان للثقة بشكل أكبر، وتتوسع يعني الجدوى من الحرب إذا كان إذا بفقدك المساحات اللي بعدين يمكن تتحدث فيها وتحاول تقول إنه أنت كنت بتسعى للاستقرار وبتسعى لتغيير الوضع السياسي في السودان. على العموم يعني ما في زمن للتكسف في المعارك الصغيرة، الخاسر هم الطرفين على سواء، وفضلا عن أنه الخاسر هو المواطن في المقام الأول والخاسر بلدنا، وكذلك دول الجوار تدفع ثمن هذه الخسارة ودمار السودان. نحن مهما تدثرنا بسياب الحرب، والحرب كانت بالنسبة لنا حاجة كده يعني في ناس بيفتكروها حاجة مثيرة وسمحة وكده، لكن الطريق الوحيد هو الطريق نحو السلام ونحو الحياء، وهو الذي يصنع الأمل وكذلك يحفظ كرامة الإنسان. شكرا جزيلا.